السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. ما بين هدم خيم المعتصمين ونصبها من قبل مواطنين، يبقى تحدي الفساد قائم. ما بين 2018 و2003 ألف سؤال وسؤال، ليش الحكومات المتعاقبة مثلا ما قدرت تنتشل العراق من مستنقع البطالة اللي وقع به بعد 2003؟ انعدام الخدمات، شح المياه، انقطاع الكهرباء المستمر، سرقة الأموال، الأموال اللي تنسرق من كل القطاعات والوزارات. هل هناك مؤامرة كونية مثلا على العراق اللي ما كتب ليرتاح ولا يوم من أيام حياته كلها؟ جاب حروبه من الثمانينات ومفخخات وراء 2003، وزيدوا لها شوية فقر وبؤس وحرمان. نتساءل ليش كل مسؤول يستلم منصب ما يفكر غير بس ايش قد راح يستفاد، كوميشن، ما أعرف إيش، منصب، شلون يفيد ولده، خوالة، قرايبة. ليش ماكو قانون يدافع عن المظلومين ويقطع الطريق على كل فاسد وسارق ويحاسب حساب شديد حتى يكون عبرة ودرس للآخرين؟ هل الحكومة والقيادة العراقية مسيرة بأجندات مثلا خلينا نقول خارجية؟ لو تظاهرات اللي اتهموها بأنها أجندات خارجية وبها مندسين، الكابينات الوزارية أم التظاهرات هي الخطأ؟ هل المخربين هم الفقراء اللي طلعوا دي يطالبون بأبسط حقوقهم، يريدون ماي، كهرباء، انترنت، بهالحر يشبع عالسبلت هواء بارد، يشرب ماي بارد مثل الأوادم، حقوقه موجودة، إذا راح واحد من ولده يطلع له مبلغ، تطلع له قطعة أرض، تعويض، أبسط حقوقهم ما شايفيها. منو المخرب الحقيقي؟ منو اللي يصدع رؤوسنا بالتصريحات والكلام الفارغ؟ ليش المدراء اللي يستلمون مناصبهم يحلبون المنصب حلب لصالح أحزابهم اللي رشحتهم؟ وطبعاً بالتأكيد تدرون كلها محاصصة وما إلى ذلك. ليش المسؤول يطنقر ويزعل لما يتهمون ناس بتخريب مؤسسات الدولة؟ هو لما استلم المنصب إلى هذه اللحظة هو ما مسوي شيء براسه خير للعراق، فلكة مثل الأوادم ما عدنا. بعد كل هذا الخراب الكبير يزعل المسؤول ويزعل الوزير لأنه طلعوا الناس عليه ويقول عليهم حفنة متظاهرين مندسين يدورون مصالحهم، دافعيهم ناس؟ لا مستشفيات عندنا مثل الأوادم نظيفة ولا تتوفر بها كل شيء، لا دواء، لا حتى أبرة مال بنج ما بيها، لا طرق، لا جسور تأهلت مثل العالم، ماكو حتى شبكات مي ولا مجاري ولا حتى تعليم، لا مصانع بنت، لا مدن محررة بنت وراء التحرير، كل هاي ماكو. لا واحد عنده شهيد استلم شيء، لا معاق عنده حق، والرعاية الاجتماعية هاملتهم. كل هذا ويقول لك انتم ليش تطلعون وليش تظاهرون علينا وانتم مندسين وانتم تدون تخربون شغل الدوله وخسرتوا الدوله وما اعرف ايش. من برايكم الفاسد مشاهدينا الكرام؟ بامكانكم الاتصال على الارقام اللي تظهر باستمرار اسفل شاشتنا والمشاركه في برنامجنا. خلينا ناخذ تقرير ونرجع نكمل وياكم. من اليوم اللي انطلقت به التظاهرات والناس توعدت الفاسدين وحرامية أموال الشعب بأخذ القصاص منهم، وكل ما زاد الضغط الجماهيري زادت الوعود الحكومية وارتفعت حدة لهجة الأحزاب والمسلحين اللي يحمون المقرات الحزبية، وشي تقول على المتظاهرين بعثية وآخرين يقولون عليهم مندسين والبعض الآخر يقول مدفوعين خارجيا، وأكو جهات تخطط لضرب مستقبل واستقرار العراق على اساس الاحزاب دا يحجون على سويسرا. عمي هذا العراق، هو جظل بالعراق غير المحاصصه وانهيار الخدمات وانتشار الامراض والفقر والبطاله؟ كل هاي بصفحه، والعبادي يتفقد ويعد ويشكل لجان وزاريه ويلغي ويطعن ويتابع ويقيل ويخصص درجات وظيفيه ويطعن بقانون تقاعد النواب، بس خوفنا لا يطلع كل الخوط هذا زوبعة في فنجان الأحزاب، لأن المفروض الإصلاحات تبدي من رئيس الوزراء نفسه،
حيث أكدت مصادر أن عدد موظفي رئاسة الوزراء 3578 شخص برواتب وامتيازات رئاسية، وأغلبهم من أبناء وأقارب المسؤولين والأحزاب، وتخصص لهم 615 مليار دينار سنوياً. وطبعاً المستفيدين ما ينطون مجال للإصلاح، لأنه بالإصلاح تتضرر مصالحهم وأموالهم وكوميشناتهم ومناصبهم وامتيازاتهم. لا، وفوق كل هذا القائد غندال ما راح يرضى عليهم وما يقبل العراق يستقر. ومشكلة غندال إنه يتدخل بكوكب هو مو كوكبه، ويومية دازلنا وحش من فوق ونازل رقع بالصناعة والتجارة والزراعة، حتى مخدرات دزلنا الله وكيلكم. والمشكلة ما يقبل نعتمد على نفسنا بالزراعة والكهرباء حتى يبقى يصدر لنا كهرباء من كوكب فليت وطماطة فلكية، ويعين موظفين فضائيين يديرون المؤسسات بأرض العراق، جيبها من مطار النجف اللي طلع مديون 217 مليون دولار، وهذا المبلغ يفوق كلفة إنشاء المطار نفسه، إلى موظفي وزارة الصحة اللي عينوا 200 فضائي واستلموا رواتبهم المقدرة ب 6 مليارات دينار، وإلى اللجان الاقتصادية بالوزارات واللي مهمتها حلب المخصصات المالية ومنع الاستثمار إلا في حال أخذ العمولة وحصة الجماعة، واللي بالنهاية تتحول لجيوب فيجا الكبير. وهناية راح يبقى التحدي ما بين السيد العبادي بالوقت الضايع وقبل إطلاق صفارة النهاية وبين التدخلات الخارجية. وقبل ما أروح خلوني أطرح سؤال على المسؤولين اللي أطلقوا اتهاماتهم على المتظاهرين ووصفوها بالمسيرة خارجيا، وأقول يابا إذا التظاهرات تدار من خارج الحدود فالفساد المستشري والمحاصصة وما جرى من انعدام خدمات وتغييب لأكثر من 900 مليار دولار كلها تدار من خارج حدود المجرة والمنظومة الشمسية. وإذا تحبون اسألوا الدكتور آمون. ماذا تريد يا غندال؟ إن كنت تريد إيقاف الاعتصامات سلمنا مليار ومئتين مليون دولار. معنا أحمد الطائي من ذي قار. مرحبا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أحمد. مليون ومئتين دولار سلمت. تفضل يا أحمد. أحمد شلونك أخوي العزيز؟ حياك الله. أحوالك أمورك؟ تفضل يا أحمد مشاركتك. طبعا تحية خاصة لك ولقناة الفلوجة وللأستاذ أنور الحمداني وللأستاذ خميس الخنجان. طيب شكرا لك يا أحمد. مصطفى من الرمادي، مرحبا مصطفى. مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا مصطفى. نشكرك على هالبرنامج الحلو أخي. حياك الله يا مصطفى، تفضلي. إيه والله العظيم هي أنت جبتها، أنت تعالي هنا نشوف بالرمادي، أنت دحق وشوف بالرمادي هنا. إيه بالرمادي تعال شوف أنت فالات هذين الولادة، والله العظيم اللي عنده والما عنده إلا يدخل خصوصي ماكو رقيب عليهم. زين اي عمليه الا خصوصي يدخلون، ماكو رقيب عليهم ابد مستحيل. والمختبر والله العظيم نروح فيه الصبح يقول ماكو اسمكم للوحده، نروح ناخذ نتيجه يقول الى صبح العصر والله العظيم. اي والله العظيم وماكو لا مدير ولا احد يحاسبهم ولا اي بشر يحاسبهم. زين هاي موضوع. وموضوع الثاني ايوه مصطفى تفضلي. وموضوع الثاني اذا تسمح لي، هذول المكاتب مال الحجاج والله العظيم كلهم نصب، اخذوا من عندنا من كل بيت ومن كل نفر 25,000 وكلها كذب. زين ام مصطفى يعني مو اكو هيئه حاج راحوا للحج والله العظيم ما صاد كل ايه؟ من عندهم ثلاثه واربعه راحوا من المكاتب. ام مصطفى اذا تسمعيني ما راح والله. اذا تسمعيني ام مصطفى يعني هي مو المفروض اكو هيئه حاج تقدمون عليها، ليش تروحون للمكاتب؟ ماكو والله العظيم وراحوا ناس عرف كلها عرف راحوا من كل بيت ثلاثة وأربعة وناس خدموا وماكو هسه أتحدى بالرمادي أحد راح بالرمادي أخاف عشرة راحوا. أي. شكرا يا مصطفى. علي من تكريت، مرحبا علي. من الكوت عفوا، تفضل علي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون استاذ؟ يا اهلا وسهلا، تفضل يا علي. استاذ بلا زحمه، احنا بخصوص احنا ترى من قسم من جماعتنا مشاركين بالمظاهرات. زين. احنا المفسوخ عقودهم وانت عده مرات ناديت بالمفسوخ عقودهم. زين زين زين، احنا استاذ ملينا، يعني وين توجهنا؟ وين نروح؟ تأذينا، يعني حيدر العبادي ينتقم من عندنا، يعني بس مهمولة ما عرف. زين علي، يعني انت تتوقع يعني شغلتكم يم حيدر العبادي؟ لحد يمن استاذ، يعني ليش مو يم الداخليه مثلا؟ ليش مو يم الدفاع؟ يعني حيدر العبادي يقول لك انا خما انا اطلق الدرجات الوظيفيه. للدفاع يقول يم حيدر العبادي، راح من البيت حاكم الزاملي يقول يم الدكتور حيدر العبادي. يعني احنا وين نروح؟ قناه الفلوس عده مرات وانت بالذات ناشدت على مسوخ عقودهم. صحيح صحيح يا علي، احنا ما نقدر مثلا، يعني انا لا ويا العباد ولا ويا احد، يعني ما دافع عن احد. اقصد انت يعني انت رجل مسالم، يعني شو تسوي انت؟ الله يحفظك فيه. الله يحفظك، لكن احنا نريد نفتهمه، يعني هسه العبادي لما يجي يدق عليه وزير الدفاع او وزير الداخليه او الزاملي او غيره، يلحون عليه يابا عندنا ولد مفسوخ عقودهم، يوافق لو ما يوافق؟ يوافق. والله العظيم استاذ، والله العظيم مسجل هاي للتاريخ. اي والله العظيم جاي يرجعون ب 20 ورقه أقسم بالقرآن. يعني السالفة كلها بفلوس. بفلوس بالقرآن. بسبب محمد. أكو جماعة رجعوا. بعد ما عاد من يجيب. صحيح. هاي شنو هاي؟ لو تتم الحزب يوم أعرف إيش لو ماكو يعني هاي شنو هاي؟ صحيح. صحيح. شكرا يا علي. أبو عمر من ديالى، مرحبا أبو عمر. مرحبا يا علم جاسم، حياكم الله. حياك الله أبو عمر، تفضل. محمد، الحروب السابقة جعلت هيبة للعراق، وشو عندكم يا شهداء ما في العراق والكويتيين، شو عندكم ما يوصلوا؟ والجد أخذوا استعراضات الكويتيين من العراق، والحدث لم جنبي شيء بسيط ما هو. يا حروب يا حروب. يا حروب سابقة تقصد؟ حرب إيران وحرب الكويت محمد، لأنه انفرضت علينا، شوفت مع الكويت وإيران، واضحة الصورة، أصبحت واقع الشعب. اما من الخونة ومن اللي مخربين مو الشعب محمد، هاي الحكومة تسلح من جابكم، جابكم الاحتلال، اكو ناس تقول بتهجم وتقول اكلنا الخاله وشربنا ماي. ما نعم، من سبب هسه نفسكم تدرى هؤلاء السياسيين اللي يدارون عن العراق، وكل مرات عن العراق تدمير الشعب ومتوسط امتد، لا دمروا الشعب، ومن الخونة والعمالة احنا اللي قابلوا النبيرات، هم ذول الحكومة اللي هسه. ابو عمر بس على كيفك، ابو عمر بس على كيفك، لانه ما افتهم عليك، يعني بس على كيفك اشرح لي شويه شويه. اللي 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 اكلنا المخاوى بضغط الدعم وشربنا المي المالح من السبب هؤلاء السياسيين يشتروا الحقول مهامات العراق خارج العراق من اجل تفكيك العراق والدولي، جابوا من الاحتلال، هم ذول هل عندهم ولا للعراق؟ لا، ذول ما عندهم ولا وطني، لا عندهم روح وطنيه، وذول كانوا خونا عملاء يشتروا بالشعب العراقي محمد. كانت الحكومة في القصر الجمهوري وهم يدعون بالشعب في الجنوب وبالشمال، هذول غير يتحدثون بروح وطنية، وهذا يشجع ويقول أحسن من الشعب اللي هو العامري كان يتعاطينا وهسه يدور مصدر. شكرا أبو عمر. شكرا أبو عمر. نظام من سليمانية. همام. همام همام همام. يا أهلا وسهلا، تفضل يا همام. أي الأستاذ محمد، هي ما بني على باطل فهو باطل. أي شلون يعني؟ شنو تقصد؟ هي عملية جابها الاحتلال أثناء على كلام الأخ أبو عمر. أي هؤلاء الأحزاب كلهم ولاءاتهم خارجية، ليس ولاءاتهم للبلد. زين. وهذا اتضح من خلال هاي 15 سنة اللي منا يعني همام، منا ماكو واحد منا يعني زين أبد، كلهم شلع قلع. والله الوطنيين الشرفاء. أي الأحزاب الوطنية الشرفاء ما لها صوت، ليش؟ لأن ضغط عليهم الأحزاب الولاءات الخارجية اللي مرتبطة بدول إقليمية ودول الاحتلال. منها بريطانيا، أمريكا، هذول كلهم أجندات ولاءاتهم. الأحزاب الوطنية اللي دخلت العملية السياسية ما لهم صوت. وأنت خذ أي واحد يريد يشكل كتلة عابرة للطائفية وعابرة للوطنية تلقاها دائما يهاجموه ويقصوه. أي. هاي الأمور يعني أبسط مثالي إلى طولة كهم
باطلة بباطلة. شكرا همام. كرار من بابل، مرحبا كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا كرار، تفضل. حياك الله اخي الكريم، تحياتنا لك ولقناة الفلوجة. يا اهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك. عزيزي بالنسبة لموضوعك واحب اشارك فيه. يعني احنا مشكلتنا مو بس يعني لازم نسوي مظاهرة او نطلع مظاهرة او نرجع مظاهرة، احنا بس مشكلتنا بقانون الانتخابات، مشكلتنا باللي قاعد يصير داخل مجلس النواب، بالمزايات السياسية، هاي المفروض هسه المواطن من يطلع يريد ينشخط يروح يداعي المراهق العفوي يكون يغير الموجود بالحكومة، يعني انه يغير الدستور كله، يعني مشكلتنا بالدستور. زين، يعني تقصد اذا طلعنا مظاهرات هسه بس على مود كهرباء ومي وما اعرف ايش، ممكن ورا فتره يرجعون نفسهم السياسيين ويزيدون علينا اكثر. احنا بس بالصيف عنا نتذكر مظاهرات نطلع، احنا يا بالنسبه لنا مو بدي المظاهرات، بدي اشارك مظاهرات. نعم، بس ما بيها فائده. ما بيها فائده، بس بالصيف اتذكر بان كهرباء وانا صرنا 13 سنه او 15 سنه. أي. لو كل محافظه مسوي بها الكهرباء هم 15 محافظه تخلصان. صحيح. صحيح. يعني احنا من نحتار ويدقنا الحر وهاي، والله نتذكر ايش الساعه كون نطلع مظاهره بالحار. ليش ما احنا غير هذا القانون المجلس. طيب. على قولة السياسيين نقول نقاسم الكعكه بيناتنا. كلام سليم يا كرار، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا. جهات حكوميه ورقابيه بالنجف اكدت انها ما تعلم اي شيء عن حجم المبالغ اللي سرقتها شخصيات في مجلس اداره مطار المحافظه خلال المده الماضيه، لانه كان مجلس اداره المطار قد رفض تنفيذ أوامر مباشرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي وأوامر أخرى من محافظة النجف طيلة الأشهر الماضية لترك المطار، ومؤخرا ترك مجلس الإدارة المطار بعدما اقتحم المحتجون المنشأة الحكومية وطوقوا طائرات من بينها إيرانية قبل انسحابهم. على أثر ذلك كشفت جهات تحقيقية أنه ديوان الرقابة المالية راح يتكفل بملف شبهات الفساد في مطار النجف، كما ستكلف هيئة النزاهة بالتحقيق في التهم الموجهة لأعضاء مجلس إدارة المطار السابقة. خلال التظاهرة طالب المحتجون أيضا بإقالة مدير الإدارة فايد الشمري وإنفاق واردات المطار لتمويل مشاريع خدمية في المحافظة. محافظ النجف لؤي الياسري يقول الأرقام عن ديون المطار غير دقيقة، كل جهة تعلن عن رقم يختلف عن الآخر، الرقم المتوفر عندنا هو 192 مليار دولار. هم رقم مو شوية. أبو محمد من أربيل، مرحبا أبو محمد. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام، تفضل يا أبو محمد. شلونك أين أبو محمد؟ أستاذ محمد، حياك الله، تفضل. الله يسلمك. أنا بالنسبة بس أني أحكي عن سبب الخراب وأذية الناس في هذا البلد، يعني خلنا نكون ننطق كلمة الحق قبل ما نتهم السياسيين. هو السياسيين منو دعمهم؟ زين. الدستور منو دعمه؟ زين. زين. من دعمه؟ احنا أول ما نقول الأذية هي سببها رجال الدين الموجودين في العراق. زين. خلنا نكون ننطق كلمة الحق. منو دعم الدستور؟ منو أي الشعب بين يروح يختار هذا الدستور ووافق على الدستور؟ يعني قصدك أبو محمد لو شيوخ الدين ورجال الدين؟ محمد، المرجعية من أخذ القرار من سقطة ثلاث محافظات أو أربعة، من أخذ القرار المرجعية مو طبق الشعب وراح ومشى، إرادة المرجعية صار زين. أي. مو طلعوا الدواعش من المناطق، ليش المرجعية ما تاخذ قرار باسقاط هاي الحكومات زين. المدعومة من قبل المرجعية زين. يعني ارجع واقول السبب اذية الناس من المرجعية ورجال الدين الموجودين من العراق من السنة والشيعة، لا اتهم جهة واحدة. شكرا يا محمد. شكرا لك من اربيل. اذا محمد ملخص كلامه يقول يعني رجال الدين هم يعني ربما سلطتهم اعلى من سلطه السياسيين، لان هم اللي يوافقون عليهم، هم اللي يقولون للشعب انتخبوا فلان وعلان، هم اللي ممكن يوجهون الشعب انه يسقط هاي الحكومه او ينجح هاي الحكومه. مثل ما ذكرنا المبلغ اللي كان موجود في مطار النجف 192 مليار، اداره المطار السابقه ابرمت مشاريع مع شركات بطريقه الدفع بالاجل، وقالوا انه المطار خلال الفتره السابقه كان غير خاضع للتفتيش أو الرقابة من قبل الجهات الرقابية أو الاتحادية أو حتى المحلية. الآن يجب تدقيق كل الحسابات
عن عدد الرحلات، عدد الشركات، كل شيء موجود لازم يدققون بحسابات حتى تظهر الأموال المنهوبة والمهدورة. محافظ النجف أيضا شنو قال؟ قال طالبنا من رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يتدخل ويدخل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى المطار حتى يشوفون المصروفات والحسابات. بهذه الطريقة راح نعرف أكو خلل بالمشاريع، أكو خلل بإحالة هاي المشاريع لأشخاص معينين، حتى يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وضرورة إصدار أمر قضائي لمنع سفر أعضاء مجلس إدارة مطار النجف إلى حين حسم قضية التحقيق بالمطار. ومجلس إدارة مطار النجف السابق أعطى مقاولات عن طريق الدفع بالآجل إلى شركات نفذت عدد من المشاريع في المطار. المطار الآن عليه دين لشركات مو مجلس إدارة المطار. مبلغ الديون على مطار النجف لشركات المقاولات ما يقرب من 227، مو مثل ما قال محافظ النجف. الأحزاب اللي كانت مسيطرة على مطار النجف انطت هاي المشاريع لشركات قريبة منها. رئيس مجلس محافظة النجف قال إنه الآن يجري التحقيق حول هذه المشاريع وكلفتها. الملفات بيد هيئة النزاهة والقضاء، لكن ما نعرف ما سبب تأخير هذا الملف المهم والخطير من قبل الجهات التحقيقية. سلال من الموصل، مرحبا سلال. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ممكن أشارك في المخزحمة؟ تفضل أسمعك. يا أخي ما زينك داخل على الله عليك، أنا يمكن ما خليت قناتي ما خابرته. أنا أول شيء منتسب للشرطة المحلية مخصوص عضوية الطاعات وعندي شهيد، بس أريد منك أريد أقابل وزير الداخلية داخل على الله عليك. بس أريد أقابل وزير الداخلية، ما أريد كل شيء. يرحم والدينك، بس أريد أشوفه. والديك يعني احنا سلال احنا نشكرك لاتصالك بينا، لكن تعرف يعني احنا من خلال البرنامج ممكن الناشد ممكن نطلب من وزير الداخلية اذا كان يسمعنا او احد يوصله لوزير الداخلية ان يشوف حالتك ويطلب مقابلتك، هذا اللي نقدر عليه. يعني اما يعني تدخل على الله ثم علينا، يعني هاي كبيرة، يعني احنا ما نقدر يعني نتحمل هذا الشيء. احنا نشكرك لاتصالك بينا يا سلال من الموصل. عضو في اللجنة التحقيقية بمطار النجف قال أنه حتى هاي اللحظة ماكو أرقام دقيقة وصحيحة بحجم المديونية على المطار أو للمطار، لأنه هذه المبالغ يعني المخرج الوحيد إلها هو مجلس إدارة المطار السابق. خلال فترة الإدارة كانت ماكو أي رقابة على المطار مثل ما قال. أم حسام من الأنبار، مرحبا أم حسام. أهلا أستاذ محمد، تحية لك والقاضي وقناة الفلوجة. حياك الله حسام، تفضل. والله يحفظكم يا ربي، والله يحفظ هاي القناة. أستاذ محمد، على مود الفساد وما يدري بالعراق والهدر الأموال، يتحملها يعني كامل المسؤولية هي الأحزاب اللي بيتها السلطة وبيتها السلاح وبيتها كل القوانين، منهم الأحزاب هاي المسيطرة على العراق كلها، هي تحمل مسؤولية. والمسؤولية الثانية، أنا أضم صوتي لصوت أبو محمد من أربيل. أكيد المرجعية تتحمل مسؤولية الأكثر لأنها مستترة على الفساد، وهاي الله لا يرضى به، يعني حرام عليهم، هم مسؤولين أمام يعني شوف الشعب العراقي قابض. ليش تسترين على فساد أحزاب قاعد تشوفينها يعني تهدر أموال وتهرب أموال للخارج، والشعب جايع والشعب ما عنده ولا لقمة؟ هل هذا صحيح منك يا مرجعية؟ ليش احنا محافظاتنا قمتي انطيت الفتوى وهساعينا على هاي الأحزاب الفاسدة اللي ما تمتلك صلاحية ولا ذرة من العراقية، ما تنطين فتوى عليهم لي يعني تحريمهم للسلطة وارجاعهم للسلطة مرة ثانية؟ ليش؟ شكرا يا ام حسام. هذا الخلل هنا الخلل يا استاذ محمد، وانا اشكركم جزيل الشكر. شكرا يا ام حسام. واشكر قناه الفلوجه. شكرا يا ام حسام. ابو زينب من بغداد، مرحبا ابو زينب. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام، حياك الله ابو زينب، تفضل. الله يسلمك استاذ محمد. هو ما خلص الحكي الصراحه، اي واحد اللي حكم العراق وكان عايش برا هذا ما يدبرها، ما يقدر يعني يحكمنا الصراحه، ما عايش مأساتنا يا اخي. أنا هسه أختي كانت تأتي قدامي والله صايحة فيها، يعني المرجعية سالفة عليها ايش ناس حرامية، يعني عوائل ظلت تجذب الشوارع، العالم كذا صار بيها،
فالمرجعيه ريتها يعني بصراحه تلتفت الى هذا الشيء، لان هذول ناس برا ما عاشوا 35 سنه عشنا عمرنا يا استاذ محمد. شفنا الضير اللي صدام قلنا وتندمنا عليه بصراحه، وذول 15 سنه يعني حاشيك ستينات، يعني 50 سنه عمري ما شفت طعم الراحه كملوها المجرمين، يعني ذول ما عايشين بالعراق يا اخي. هسه رسالتي للسيد مقتدى الصدر بصراحه، العبادي شنو العبادي؟ العبادي بريطاني يعتبر، ولا شايف العراق ولا عايش مأساتنا، يعني هاي الى متى نبقى السكوت؟ يعني يحشون على برايمر كانوا يقولون حرامي، نعم الله عليه برايمر، بس صراحه اشرف من عندهم، اشرف من عندهم ملايين مرات. شكرا يا ابو زين. يعني العراق بصراحه ما شايف الدولار، برايمر استلم الحكم خلانا نشتري تلفزيونات، اسمعني شوي استاذ محمد، خلانا نعيش شويه برايمر، سووه حرامي، شو انتم طلعتوا يا العراقيين؟ اضرب من برايمر يا جماعه يا شيعه يا متدينين، الله اكبر عليكم. فنطالب المرجعيه ان تتدخل، الماساه اللي وصلت في العراق ما عايش بلد مثله، يعني النساء جت بالشوارع. شكرا يا ابو زين. النساء بصراحه تعرفون المعنى عراقيين. شكرا يا ابو زين، بعتذر منك، عندي اتصالات. ابو حسين من الفلوجه، مرحبا ابو حسين. الو استاذ محمد مساء الخير. حياك الله ابو حسين، تفضل. استاذ محمد بلا زحمة، احنا من الفلوجة، مسكنة الفلوجة، يعني الخدمات بالبلدية الموجودة بالفلوجة يعني صفر. ايه صفر، يعني من نهاية من صفحة داعش، يعني لحد الان ما ينظفون، المدير البلدية قاعد من الصبح للليل ما ينظف، لا يعني لا يطلع ينظف شوارع. شو يسوي العاد؟ ابو حسين شو يسوي؟ شو يسوي قاعد بس بالمكتب مالته؟ نعم مدير البلديه شو يسوي بس قاعد بالمكتب مالته؟ قاعد بالمكتب، تروح عليه يقول هاي مو يمي الشغله، يعني يما احنا يما نشتكي، احنا ما عندنا بس الله وهم، يعني اذا هم الحكومه المركزيه ما تحرك ساكن، يعني احنا نحرك ساكن المواطنين، احنا بيدينا ننظف، يعني احنا الاهالي ننظف بيدينا، يعني ما يصير الحكي هذا مو حكي هذا. زين شكرا يا ابو حسين، شكرا من الفلوجه على مشاركتك. بالعوده الى موضوع المطار، عضو اللجنه النيابية قال أن هناك توجه للاستعانة بديوان الرقابة المالية حتى يحسم قضية ملف مطار النجف، لأنه سلطة تدقيقية حكومية رسمية. بيّن هذا العضو وجود فرق كبير بالكلف التخمينية للمشاريع في المطار، وبيّن المبالغ اللي أحيلت للشركات، كل هذه المبالغ يجب أن تكشف. أحد هذه الملفات مجلس إدارة المطار وضع كلف تخمينية لقاعة الاستقبال والمغادرة تقدر ب 45 مليون دولار. وراء عام أحيلت 109 ملايين دولار لهذه الشركات، كما تم اكتشاف فساد بثلاث مشاريع تجاوزت مبالغها عن الكلفة التخمينية لل 100 مليون دولار. يعني حاطين 45 وطلعت 109 بمية. عضو اللجنة قال أنه مجلس إدارة المطار كان مسيطر عليه من قبل خمسة أحزاب رئيسية: مجلس أعلى، دعوة، تيار صدري، الوفاء، حزب الدولة العادلة. عمليات صرف الأموال والمقاولات كانت تتم من خلال اتفاق مجلس الإدارة بالإجماع على هذه الخطوات أو تلك. أما سعد الحديث المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أكد أنه مطار النجف تابع إلى سلطة الطيران المدني وهو بعهدة وزارة النقل، ولا يمتلك أرقام عن أرباح المطار أو الديون اللي بذمة هذا المطار. محافظة النجف بعد 2003 كان يطالب بها المسؤولين عليها بإنشاء مجلس للمحافظة منتخب وإنشاء مطار دولي للمدينة، لأن المدينة تتمتع مثل ما قالوا بأهمية استراتيجية في العراق، ولأنه بها مراقد دينية. بعام 2005 تم العمل على بناء المطار وحيلت إدارته إلى شركة العقيق الكويتية كفرصة استثمارية. استمر عمل الشركة الكويتية لعام 2011، بعدين مجلس محافظة النجف فسخ العقد مع الشركة الكويتية لعدم التزامها ببنود إدارة المطار كما يقول. بعد انتهاء عقد الشركة المستثمرة عادت مسؤوليتها للمحافظة، واستكملت نواقص المطار الفنية إلى أن شكل مجلس المحافظة من عفوا مجلس إدارة المطار شكل من قبل مجلس المحافظة وتمت مباشرة العمل فيه. خلينا نتابع انفوجراف حول حلقتنا لهذا اليوم، نرجع نكمل معكم.
معنا ابو نور من بغداد. مرحبا ابو نور. السلام عليكم ابو جاسم الغالي. وعليكم السلام، حياك الله يا ابو نور، كل الهلا. حياك الله يا غالي عصي. ابو جاسم عيني، السيد هادي العامري يعتذر للشعب العراقي. احنا ما عندنا عماره وقعت وما فيها احد، وكل ما قال 15 سنه ماكو شيء صح بالعراق. انا ناشد حي هادي العامري، اذا اكو شيء صح بالعراق نتقبل اعتذارك، بس ماكو شيء صح بالعراق. بلشت العراق ودمرت العراق، احنا نحس على الكل ما نحس على واحد. ولكن راح اشوفكم مكانكم هناك هناك هناك، عندنا حساب وياكم. حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ابواب جهنم سبعه، بعضها اسفل من بعض، وكل باب اشد حرا من الذي فوقه 70 ضعفا، واول باب اسمه جهنم، وثاني باب هو الذي هو اعلى من جهنم، لغى، والثالث الحطمه، والرابع السعير، والخامس الصقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية. جهنم أبسط وحدة بهن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول غسلين وادي بجهنم، هذا الوادي شكل حره إلى الله، فأمر الله أن يتنفس فتنفس فحرق جهنم. يجيبون به أربعة، يجيبون به رجل من تابوت، يجيبون رجل في تابوت أهل النار، يقول ما بال هذا الذي آذانا فوق الأذية التي نحن فيها، احنا متعذبين ومحترقين ومنشوين. كم سووا جابوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما توفي ذمته أموال الناس. هناك أحسابكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك ويانا يا أبو نور. عصام من بغداد، مرحبا عصام. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام، حياك الله يا عصام. أستاذ محمد، أنا عندي مشكلتي لي، أنا نائب ضابط من الكيانات المنحلة. زين. وصار لي 15 سنة أركض على معاملة ما تقال ما سوي لحد الآن ما صار، كل ما أروح يقول لي ما عندك قاعدة بيانات، وأنا كل المستنسكات الرسمية عندي. يعني ما يريد يمشي معاملتك. ها؟ ما يريد يمشي معاملتك. يطلع لك حجج. دائرة المحاربين، كل ما أنا أروح عليهم اللي هناك يقول لي معاملة ما كاملة، مستنسكات كاملة، بس ما عندك قاعدة بيانات. يعني شلون أنا يعني انا مصيري وعائلتي واطفالي وصار 15 سنه اركض وراها. زين، عرضوا عصام 30 سنه بالجيش، عرضوا عليك فلوس وهاي السوالف وقالوا لك تعال؟ لا 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 ما لا لا ما عرضوا لا فلوس ولا، بس مو شغله عرضوا فلوس او ما عرضوا، بس هي شغلتي انا شلون يعني انا والله حاير يعني حتى بحياتي حاير شلون ما عرض. طيب نشكرك يا عصام لمشاركتك ويانا. صلاح من سليمانيه، مرحبا صلاح. صلاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك محمد؟ حياك الله، تفضل يا صلاح. النور شاشة شاشتكم حلوة، قناتكم حلوة، بس حلو أكثر إذا يجي يطلع نور حمضنا على القناة. إي هذا أول سؤال جاوبنا عليه. زين. راح أسأل سؤال، إحنا عندنا علماء الدين، عالم الدين يطلع التلفزيون ينطي درس، ينطي وعظ، ينطي شرح، بعض الإرشادات. السيستاني ليش ما يطلع؟ أحد واحد يجاوبني بس. هاي نقطة. النقطة الأخرى، وين صارت هاي التحقيقات مال الصناديق وهروب السجناء من أبو غريب وهروب السجناء من التاجي ودخول الدواعش ومن دخل من الموصل دمروا الموصل؟ يعني تقصد لجنة التحقيق بسقوط الموصل؟ مع الاحتلال الكافر كلهم خونة. إيه. خونة زناديق خنازير ذولا. ولا ما عندهم غيرة، ما عندهم على ما عندهم شرف على بلدهم. لو عندهم غيرة على بلدهم هم مو هم سقطوا النظام، ايش حدهم قدر يسقطوا النظام؟ هم طلع على امريكا الكفر الزنادق اللي دخلوهم وخلوهم هيك يسوون هن واخوانه بالجنوب. اخوانه انتم بالجنوب هم من انتخب ذول الحصانة ذول الزبالة حشا قدركم. مو انتم انتخبتوهم. مو انتم لو غيركم. طيب شكرا لك يا صلاح، شكرا من سليمانيه. ابو حسن من النجف، مرحبا ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا ابو حسن. استاذ محمد شلونك؟ يا اهلا وسهلا. الموضوع يخص مطار النجف مو استاذ؟ نعم. استاذ انا بالنسبه لي واحد من المواطنين تعيني طلع مطار النجف. اي. بال 2012. زين. انا واثنين من العباسيه، منطقه العباسيه. زين. بالنجف. مو؟ على اثرها طب واحد اللي يصيحوا له شيخ فايق. شيخ منو؟ شيخ فايق اللي كان لازم المطار. فايز. اي. مو؟ فمزق الامر الاداري مالتنا مالته مال ذول الوليد. اي. وسبانه. اي.
وقال التعيين يمي وطلبوا على اثرها التعيين ب 10,000 دولار بوقتها. 10,000 ومن يوم لليوم انا قاعد بالبيت لا شغل ولا مشغله. وذاك تقدوم يعني بالقوه يلا حصلناه وكيفنا انا وعائلتي. فاخوي مختصر مفيد الجماعه ما فيها زين. يعني تقصد عينوا من احزابهم يعني انتم ما عندكم احزاب ما يسندكم احد ما تتعينون؟ ما يتعين عمي ما يتعين. النجف ما فيها مجرد ما فيها مختصر مفيد. وللعلم هذا مو اسمي ترى خلنا اقول لك ايه لان لا اطيس من القفص احنا انا وعائلتي ننوخذ. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا يا ابو حسن. سحر من الرمادي مرحبا سحر. الو تفضلي سحر. أنا عين الثانك. حياك الله تفضلي سحر. عينك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أريد أسأل سؤال على سجناء الرزازة. إيه. بس نصلنا التلفزيون بلا زحمة سحر. أسأل سؤال على سجناء الرزازة. إيه نصلنا. إحنا عندنا سجين صلنا 3 سنوات. سحر يا ريت تنصلنا التلفزيون. نعم. صار. ألو. يلا تفضلي. اسمعك. اريد اسال بس على سجناء الرزازه، عندي سجين اليوم صار له 3 سنوات. زين. اريد اسال هذا مصيرهم وين يعني؟ لحد الان لا سمعنا خبر لا شيء، لا يعني في الجهه قالت لنا يعني موجود كذا مقام. طيب سحر يعني انا جدا اعتذر يعني انا ما راح اقدر اطول وياك لانه دا تسمعيني من التلفزيون والتلفزيون يطول صوتي الله يرجع راح تاخذين كل الوقت والفكره ما واصله، يا ريت تنصين التلفزيون وترجعين تخابرينا. حيدر من بغداد، مرحبا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد شلونك عيني؟ حياك الله يا حيدر، تفضل. استاذ محمد يرحم والديك اريدك تخصص لنا حلقه عن وزاره الداخليه والدفاع المبسوطه عقوده. اي. صوت البرلمان وتم التصويت وتمت الموافقه ولحد الان ما عودوهم. زين. عن مبسوخ عقود ومريد تخصص لنا حلقه عن فسخ العقود. يرحم والديك. والديك شكرا يا حيدر، شكرا لمشاركتك ويانا من بغداد. مشاريع وهميه خدمات ترقيعيه لا تقل سوء عن ازمه الكهرباء بحسب اهالي العاصمه بغداد. ماساه بغداد تتلخص في ازمه خدمات اخرى ايضا لا تقل سوءا، المطبات، الحفر، النفايات المتراكمه بالشوارع اصبحت ملازمه لحياه المواطن البغدادي اللي انكتب عليه وكما يبدو قدر المعاناة سواء داخل بيته أو خارجه. المواطن يسأل خدمات الأمانة وين؟ الأمانة دا ترقع بأعمال نهارية وازدحامات وفساد. هواية من الناس يشوفون أنه ما تقوم به الأمانة في بغداد أعمال خدمية لا تعد سوى أعمال ترقيعية، وأشاروا إلى أن هذه الأعمال اللي تقوم بها فقط في النهار وتسبب ازدحامات بالمدينة وهي اللي هي أصلا مزدحمة. ما تقوم أمانة بغداد بأعمال جديدة كلها أعمال خدمية ترقيعية كما وصفوها ولا تصل لمصاف المشاريع اللي تضع حل جذري للمشكلة. ملف النفايات، الصرف الصحي، المي إلى الآن ما انحل في بغداد. من حق المواطن أن يتساءل عن مصير الأموال المخصصة، الأموال المصروفة. طيلة السنوات السابقة ومن الطبيعي هذه الأموال وين راحت؟ لجيوب الفاسدين، حطوها بالبنوك بدول برا العراق على مود أي شغلة تصير يطفر ويعوف البلد لأنه جمع ملايين وهو ديبوك لحظة يريد الزمون عليه يجي تليفون اطلع وضعك صار مأساوي ويفلت ويروح يعيش بهالملايين اللي باقيها من العراق. حلقتنا انتهت، نشكر لكم طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.